عن شو كان عم يحكي؟ ما بعرف، يا ريت شوف لنا حدا يفهمنا انا وياك. بسيط، انا بقرا لك وانت بتفهم. ما هي الغايه وماذا كانت الوسيله؟ للاجابه لابد وان تعرف ان للشر سبعة أرواح وللخير روحا واحدة. يعني لازم أقول الشغلة 100 مرة لتتنفذ؟ بس حبيبة حضرتك طلبت الشغل بالطريقة اللي تنفذ فيها. شو قصدك؟ عم يتهيأ لي مثلا جنات؟ مش هيك قصدي بس انتي عملي معروف، نفذي اللي قلت لك عليه، تفضلي. حاضر. على فكرة يعني لو متعصبة قوي وزهيق والجو ده أنا ممكن أمشي بجوار تاني. تمشي إيه يخرب بيت أمك؟ أنا ما صدقت شفتك. هو عندكم هنا لو حد غلط وتأسف الموضوع بيخلص خلاص ولا لازم يجيب ناس وتجيبوا ناس ونعمل قعدة والجو ده؟ والله على حسب الحد. لو غالي الموضوع يخلص على طول. الحمد لله. لا كده الموضوع خلص خلاص. بس انت لسه ما تأسفتنيش. لا انت فهمت الموضوع غلط خالص على فكره. انا بتكلم انت اللي تأسفي مش انا. اللي حصل ده وجعني قوي. بس انت ما ينفعش حد يعرفك وما سامحكيش. بعدين يعني ما ملعون ابو اللي فات. انت تعرفي حاجه عني؟ انا مشيتها كده مع نفسي عشان الموضوع يعدي وخلاص. والله. ها؟ كنا صحاب قوي. بنفهم بعض من غير كلام. العلاقة بينا كانت نظيفة، ما فيهاش وساخة. كنا مبسوطين رغم كل اللي بيحصل. كنا قربنا نبقى واحد. كان بيحترمني. عشان كده سامحني على شغلي القديم. حكيك عن حمزة يا حبيبة عكس بعضه. يعني من خلال وصفك له صرت شايفه ملاك بجناحين قمة الرجولة والكرامة. مع انك قلتيلي انه سامحك على شغلك القذر. انا لو مطرحه كنت بزقت عليكي وسكرت الصفعة. انت لو مطرحه لا اطمن. وبعدين ما انت لسه قايل رجوله وكرامه ملاك بجناحين. واللي عنده الاوصاف دي اعتقد بيسامح صديقي. وبعدين ما تقلقش، لو انت مكانه ما كناش لا هنفتح صفح ولا هنقفلها.
ياد الزبون اللي بيجي مهما كان اهبل في قلب نفسه ولا ما تقلعهوش من رجلك، برضو لازم يحس ان هو كل حاجه في المكان ده. هو هزقت الواد انطوان ليه؟ واد هزق كده وعامل لي فيها باشا، رحت كارت على قفاه ومبسوط قوي. ناقص تقول لي انك رحت تأجر له ناس من انفوشي. غلط غلط يا سيد، لازم تعامل الناس كلها بنفس الطريقه، الباشا والهلفوت. يابا انت محسسني ان انا ببيع طرشي، والله فاهمك، بس اكيد الباشا يخش حته زياده. برضه غلط، بالعكس يا حمار، الهلفوت تديله اكتر بزياده. اشمعنى؟ اقول لك، عشان الهلفوت يا سيد دايما بيبقى عارف ان هو ولا حاجه ورمه والناس كلها قرفانين من امه، فلو حس ده كمان هنا هون هيحس انك علمت عليه في المكان بقى اللي جاي يدفع فيه فلوس عشان ينبسط ويحس بقيمته. وبعدين يا سيد ممكن يعمل عوق واحنا بقى مش فاضيين لامه. صح، وعشان اثبت لك ان انا فاهم وان انا عرفت كلامك كويس قوي، انا لو شفت الواد انطوان هنا هرحر لك امه. يلا يا رمة يلا يا العب يا كبير. ايه يا مازنجر؟ القبضتين المدمرتين يا مازنجر. كنت بحب افروديت. مشكلتك انك بتكبري يا حبيبي. مروان انا عايز اتكلم معاك. قولي يا رحل، في ايه؟ انت ايه رايك في ليلى؟ ما هي ناحيه بالظبط؟ رد عليا وخلاص. بنت لذيذه. أنا لذيذة دي بقى اللي مخوفاني منها. ليه؟ حساها شامة كده إن هي بنت مش مظبوطة. صدق بقى إن أنا غلطانة بتكلم معاك أصلاً. تعالي هنا بس، تعالي تعالي. والله ما قصدي أزعلك، ما بلاش بقى الحركات بقى القفش دي، تعالي. قولي لي بس إيه اللي مضايقك؟ إيه ده يا ليلى؟ دي استقالتي. استقالتك ازاي يعني؟ على فكرة مفيش حاجة من اللي انت بتفكري فيها دي صح. اولا ليلى قدي، يعني استحالة بابا يبص لواحدة قد بنته. ثانيا لو فعلا كان في ما بينهم حاجة استحالة كان يخليها تنقلك هدية الانيفرسري بتاعكم.
الهديه دي بقى اللي لقيتني اكتر. عشان خاطري ممكن تطلعي الموضوع ده من دماغك؟ طب ممكن انا اطلب منك طلب؟ قولي. ممكن لو لاحظت اي حاجه بين البنت دي وبين باباك تقولي؟ حاضر. ليلى انا بعتبرك زي بنتي بالظبط. لما خدتك معايا وانا بجيب الهديه لصافي كنت عايز اكد لك ده. بس انا ما كانش انا عارف انت عايزه تقولي ايه. في الموضوع ده خالص. اتفضلي على شغلك. اول ما كلمتيني سبت كل حاجه في ايدي وجيت لك جري. انا فكرت في كلامك يا سيد. موافقه احبك. موافقه احبك؟ انت يا بنتي كل حاجه فيكي غريبه. تصرفاتك وتفكيرك. ما لقيتيش سكه مع مجدي؟ قلت ماله الواد سيد؟ هو موجود ويسد. وبعدين هيدخلني كل الاماكن في لبنان ببلاش. سفلقه يعني، ها؟ عارف كل الجردات وكده. تزعل لو قلت لك اه؟ هو المفروض افرح؟ والله لو مش عايز بلاش. لا بلاش ايه؟ انا قلت لك قبل كده ان انا بحبك. وانا متاكد كمان ان انت كمان شويه هتحبيني، حتى لو كنت واخداني دلوقتي مصلحه. كمان شويه هتموتي فيا. يا واد يا جامد. قوي. مش ألذ بذمتك ان احنا فاهمين بعض؟ مش احسن من التحوير؟ انت اكتر واحده مصلحجيه شفتها في حياتي، وبجح. بس ضحكتك فيها حاجه بتجنني. انا مصلحجيه؟ قوي. اللي انا اعرفه ان كل واحد ليه وسيلته اللي بيستخدمها. وسخه بقى ولا نظيفه؟ ده تصنيف بيختلف من حد للتاني. يا ده سالم قعدك قعدة الشحاتين دي. طب والله لا اقعد جنبك. ها عامل ايه؟ تمام شغال. ماشي يا شغال. قاعد كده ليه؟ براقبك. بتراقبني؟ لحساب مين؟ لحساب صافي قلب الاسد. صافي قلب الاسد؟ احذر مني بقى. ليه بقى؟ اوعى تعمل حاجة انقط. انقط؟ ايه اروح الشركه باللباس ولا ايه؟ مش الفكره، بس هي لسه شاكه في ليلى. يا دي صافي. اوه ام صافي واللي جاب صافي. ماشي راقب كويس يا واد. جدع اي خدمه. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction, 'cause I try and I try and I try and I try. I can't get no, I can't get no. When I'm driving in my car and a man comes on the radio, he's telling me more and more about some useless information. Supposed to trigger my imagination. I can't get no, 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 no. Hey, hey, hey. That's what I say. I can't get no satisfaction, baby. I can't get no, 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 no. Hey, hey, hey. مش هنبطل نطلب مصر بقى عشان نطمن على ماما؟ انت عامله بالظبط زي اللي عنده جرح وعمال يدوس عليه. عمره ما هيخف. سيبيه يخف لوحده. 'Cause I try and I try and I try. And I try. لأن حمزة كان إنسان محترم، فكان لازم تبقى دي طريقته في الوصف. على قد ما كان بني آدم،
بس ما كانش دايس الحقيقة قوي. عمر اللي بيتفرج من فوق ما بيشوف التفاصيل زي اللي واقفين تحت. حفلة عيد ميلاد مايا هي الحفلة اللي اتصورتي فيها مع حمزة. ده كان بمثابة إعلان إنه حمزة صار بحياتي. هي لو أنت عايز تعتبرها كده اعتبرها، بس الحقيقة إنهم ما كانوش يعرفوا كلهم. ليه؟ مزاجي، كنت بقول للي عايز أقوله ليك فيه. ما خفتي من مجدي؟ خفت، بس كنت بقول. طيب قبل ما انقل على موضوع الفيديو، في كتابي بالروايه لفتت لي نظري وحابب افهمها. انت عليك عفريت اسمه الروايه؟ انت ليه مهتم بالروايه اكتر من القضيه؟ لانه الروايه هي القضيه، لما بفهم الروايه بحل القضيه. ويمكن لو فهمت الروايه القضيه تتعقد. ما بين الوسم كان عم بيقصدك ليلك. وش معنى أنا؟ أنت عارف إيه مشكلتك؟ أنك فاكر إن كل اللي في الرواية ده حقيقة. لأنه كان عم يكتب الرواية عن الحقيقة. هو مالك متأكد كده؟ هو أنت لما أخذة كنت بتقعد على حجره وهو بيكتب؟ تعبت منك. وتعبت قد ايه بتضلي بتكذبي؟ وحكي كله بلا طعمه وبلا معنى. ما بتعرفي تحسبي الامور صح، وهيدا اللي مخليكي لحديت هلا هون. وهيدا اللي رح يخليكي يمكن تنعدمي. انت غبية ومفكرة حالك هيتشكوك. جاوبيني، مين كان بيقصد بهالجملة؟ جاوبي، مين كان عم يقصد بهالجملة؟ مايا. اهلا 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 اهلا. انت طيب؟ شويه كتب عارف انك عمرك ما هتقريهم ابدا. ميرسي. حبيبه. كيفك حبيبه؟ حمزه حكي لي عنك كتير. طبعا، ما حمزه رغاي قوي. رغاي قوي؟ معلش بقى، عايش لوحدي ويتيم وكده فضايح. ها فضايح. بقول لك ايه، انت عيشي حياتك واحنا نلف شويه، ولو عاوزين بقى سفاري صوتي، ولا اقول لك قلبي نور. ها؟ اوكي. لحظه. هابي بيرثدي. ميرسي كتير. ده بقى خاتم، يعني هتلبسيه هتلبسيه. يلا رغاية. ايوه يا طيار. صاحبك لسه واصل. افتي بقى يا طيار، افتي.
سلام. اتأخرت علي على فكرة. معلش حبيبتي سامحيني. ينعاد عليكي. ميرسي بابا. بحبك كثير. وأنا بحبك كثير. شو هالحفلة الحلوة هيك؟ إيه ده مالك في إيه؟ يا بنتي مش هقعد أجري وراكي ما تفهميني. الموضوع مش تهريج يا حمزة، إحنا لازم نمشي حالا. إيه اللي حصل طيب؟ الراجل اللي هناك ده صاحب مجدي، يعني لو كان شافني في مصيبة هتحصل دلوقتي. طب خلاص إيه دي إيه؟ هو ما شافكيش أكيد. أنا مش عارفة إيه اللي خلاني أجي معاك من الأول. أنت فعلا مش عارفة إيه اللي جابك معايا؟ طيب خلاص يا حبيبي. خلاص يلا نروح. معلش يا حمزة أنا آسف، بوظت لك الخروج. أنا مش زعلان. خفيش. أنا طيارتي بعد ساعة ولازم أمشي. بتحبي بجيب لك شي معي؟ نو مرسي، تجي بالسلامة. أوكي، تبعي حالك ها؟ أنت كمان بابا تبعي حالك، رح أشتاق لك كثير أنا. أنا كمان. تبعي حالك. مرسي مرسي. أهلا. يلا باي. باي. شر الطريق طلع منين ده؟ ده مات. اضحك. هيدا بالنسبة للوسيلة، طيب والنتيجة؟ اللي بالحكاية. زواجك من مجدي؟ جوازي من مجدي ده الغاية اللي تخصنا أنا. بالجزء الثاني من الرواية في كلام وقفت عنده. وبيحكي عن هاليوم كمان. يوم إيه؟ لم تكن الزيجة حدثاً مجرداً من التداعيات المتواترة أو الوسائل والغايات
على اختلاف أوجهها، لكنها تحولت بصورة ما إلى نقطة تحول حقيقية في حياة الجميع. التعساء والفرحين وهؤلاء الواقفين على الحياد. أكتر حاجة بيجري وراها الراجل إنه يثبت لحبيبته إنه بيحبها. بس خليكي فاكرة بقى كمان كام سنة قدام إنك قلتيلي إنك عارفة. والله على حسب هتخليني أفتكر إيه. الستات بتخزن على فكرة، ما بتنساش. هخليكي تفتكري إني بحبك وبخاف عليكي وهعمل أي حاجة في الدنيا عشان تبقي فرحانة. أنا بحبك يا مجدي، واتجوزتك عشان فيك حاجة عمري ما حسيتها مع حد. معاك بحس إني مطمنة، ليا ظهر يحميني، حد بيخاف عليا وياخد باله مني. أنت طيب قوي يا مجدي. أنا من بعد كلمة بحبك ما سمعتش ولا كلمة تانية على فكرة. فاتك كتير على فكرة، لأن اللي اتقال بعديها أحلى.